مبروك الفوز على البنك الاهلي، كانت مباراه صعبه جدا يعني 2-0 2-2 اخر ثانيه بنحرز هدف، كانت مباراه محتاجه تركيز منك خارج المستطيل الاخضر. النهارده قدرت يعني تدير اللقاء عن جداره يعني واستحقاق، الف مبروك الفوز. الحمد لله، مبروك نادي الزمالك وجماهيره. طبعا البطوله السنه دي قويه جدا، طبعا ده الفريق الرديف اللي هو الفريق اللي تحت الدرجه الاولى، بطوله قويه دايما كل فرقه بتنزل بتجيب ثلاثه او اربعه بينزلوا من الدرجه الاولى، فبطوله ما فيش شك ان هي قويه. فريق البنك الاهلي فرقه محترمه، الحمد لله قدرنا النهارده ان احنا نكسب، كنا متقدمين 2 وبعد كده رجعنا شويه. الكوره الثابته كابتن النهارده يعني كانت في عدم التمركز، تمركز خاطئ اثرت علينا شويه. اولا احنا عندنا نقص في المدافعين، احنا ما عندناش غير محمد طارق بس، حتى في بدايه السنه ما قدرناش ان احنا ندعم، ما فيش لعيب جه او ما فيش لعيب جانا في مستوى الناس اللي موجوده. فعلي خالد هو بيلعب اصلا ديفندر فبيلعبه مساك، فبنحاول نلاقي حلول، والحمد لله اللعيبه تعبت، ويمكن في اخر دقيقه الحمد لله قدرنا ان احنا نسجل هدف الفوز الحمد لله. يعني مباراه مهمه جدا، 3 بونت مهمين، فوز مهم. النهارده كان وجودك في الملعب كان ليه تقل، بتوجه اللعيبه، قول لي نص الملعب النهارده كان اللعب في ضغط وفي يعني انتشار في نص الملعب قوي جدا. حبيبي يا اخويا، انا حابب طبعا اشكرك واشكر الجهاز الفني، وحابب اشكر اللعيبه. احنا طبعا بنلعب فرقه البنك فرقه كويسه، جايين برضو عايزين يعملوا حاجه، فاحنا الحمد لله قدرنا ان احنا نبقى كلنا رجاله وكسبنا في اخر دقيقه، دي حاجه كويسه وحاجه تدينا دفعه ان شاء الله ان احنا نكمل البطوله على نفس المستوى باذن الله. يعني طبعا تعليمات كويسه كابتن احمد زكريا وكابتن تامر عبد الحميد وكل الجهاز الفني، كابتن اسامه وكابتن احمد عم مسعود مستر فريرا، طبعا كل ده بيدينا دعم ان احنا نكمل البطوله وناخد البطوله باذن الله. احنا معانا لعيبه كويسه، وبنثبت للناس اللي احنا لعيبه كويسه ان شاء الله باذن الله في اللي جاي. الله يبارك في حضرتك، احنا الحمد لله اللي كسبنا، احنا نادي الزمالك بننافس في اي وقت، بننافس على البطوله دايما، هدفنا الفوز بره جوه ملعبنا، والحمد لله النهارده كسبنا في الوقت القاتل عشان احنا اجتهدنا وعدينا مباراه كويسه، والحمد لله احنا بننافس لغايه اخر دقيقه، مفيش يأس في الزمالك، احنا في نادي كبير وعارفين مسؤوليه النادي، واحنا متربيين في النادي فعارفين كل دقيقه بتعدي علينا احنا في نعمه، في نادي كبير، في نادي مصري من احسن النوادي في افريقيا نادي الزمالك، الحمد لله النهارده. تعليمات النهارده على التسديد، انت من خارج ال 18 ومن داخل ال 18، كابتن احمد زكريا مديك تعليمات لكده؟ الجهاز الفني ما قصرش معانا في حاجه، واحنا الحمد لله النهارده ادينا لغايه اخر دقيقه عشان كده ربنا كافئنا، والحمد لله ربنا ساعدني بمساعده زمايلي اللي انا احرزت الهدف الثاني وساعدت في الفوز، وان شاء الله باذن الله البطوله بتاعتنا احنا نادي الزمالك ومتعودين على دايما البطولات. الحمد لله النهارده كان مكسب مهم جدا، طالعين من خسارتين كان لازم نكسب النهارده المباراه، فالحمد لله يعني ربنا كرمنا النهارده وكسبنا، قدرنا نكسب البنك الاهلي فرقه محترمه جدا، خسران ماتشين برده فكانت عايز تيجي تعمل حاجه وكده، فالحمد لله ربنا كرمنا في اخر دقيقه وحققنا الفوز يعني الحمد لله. الجهاز الفني وبيتفرج مستر فريرا وكابتن اسامه بيجتمع بيكوا بعد المباراه، دي بتديكوا حافز في الملعب، بتديكوا تركيز اكتر؟ طبعا ادتنا حافز للماتشات الجايه كمان، ان احنا المفروض كل ماتش بماتش نكسبه، فالحمد لله يعني على الفوز النهارده يعني. يعني قول لي الاول وانت داخل على كنت محدد الزاويه؟ الحمد لله يعني ده توفيق من ربنا كبير، الحمد لله انا بشكر ربنا يعني على الهدف ده بثلاثة بونت، يعني هو اهم حاجه ثلاثة بونت. بعدين انا بشكر كابتن زكريا، جه في وقت صعب، الراجل اتحمل مسؤوليه كبيره جدا في وقت يعني يا دوبك ثلاث ايام، ما يعني انا بشكره، تعب معانا جدا في الثلاث ايام دول، واحنا كان لا بديل عن الفوز الماتش ده، خصوصا ان احنا بدانا بدايه يعني مش هي نادي الزمالك، ما تلاقيش بنادي الزمالك، بس الحمد لله يعني اللي جاي احسن، وانا بهدي برضه الفوز ده لوالدي واخويا الكبير.